السلام عليكم أحبائي. عنوان درسنا القراءة لهذا اليوم هو السيارة الطائرة، الوحدة الرابعة، الأسبوع الثاني من الابتكارات والاختراعات، كتاب المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس ابتدائي. سنمر على بركة الله في الإجابة على أسئلة النص. السؤال الأول يقول في أغنية رصيدي: أستخرج من الفقرة الأولى مفردة وضدها، مفردة وضدها، تزايد، تناقص. آتي بكلمات لها علاقة ببيئة كلمة مطار، مطار، مضيف الطيران، ربان، طيران، إقلاع، مدرج، برج المراقبة، وطائرة. أفهم وأحلل. أستخرج من النص ما يدل على أن وائلا مولع بالقراءة. ما يدل على أن وائلا مولع بالقراءة هو كونه دائم التردد على كشك الحي لاقتناء كتب ومجلات تزيده معرفة، وكذا حرصه على تصفحها في شوق قبل اختيار أنسبها. أذكر دلالة الأرقام التالية انطلاقا من النص: 2009 يشير إلى التاريخ العام، و 2000 يشير إلى الارتفاع أي مترا. ثالثا، أملأ الجدول حسب المطلوب، المكان والحدث المرتبط به: لندن، مكان انطلاقة الرحلة رفقة فريق من المغامرين، تومبوكتو، مكان وصول الرحلة. السؤال الرابع يقول: أستخرج من النص عبارة تتحدث عن تطور سيارة الطائرة. كانت السيارة الطائرة حلما منذ سنوات، فصارت حقيقة عندما أعلنت عدة شركات متخصصة نجاحها في تنفيذ الفكرة. ثانيا، عرض نماذج للسيارة الطائرة صغيرة الحجم. خامسا، أرتب الأفكار الآتية حسب وجودها في النص: أولا، أسباب التفكير في السيارة الطائرة، انطلاق التجارب الأولى للسيارة الطائرة، ثالثا، الانكباب على تصميم شكل متطور للسيارة الطائرة. أركب وأقوم، ألخص النص في بضعة أسطر: اعتاد وائل التردد على كشك الحي لاقتناء المجلات والكتب، فأثار انتباهه عنوان بارز على غلاف مجلة السيارة الطائرة، وأسرع إلى البيت ليقرأها. فقد بدأ التفكير في السنوات الأخيرة في حل علمي لمشكل انطلاق، وبدأت معه الآمال لصنع طائرة صغيرة الحجم، وتبدأ أول رحلة عام 2009 من لندن إلى تومبوكتو، وهي أول طائرة تعمل بالوقود الحيوي على مستوى العالم. والآن أصبح يوجد عدد غير قليل من المصممين والمهندسين في مجموعة من الدول يعكفون على تطوير جيل جديد من السيارات الطائرة المصممة بشكل هندسي وميكانيكي وإلكتروني مزود بأحدث التقنيات وأكثر أمانا. الفكرة العامة للنص: تفكير شركات متخصصة ومتقدمة في صنع سيارة طائرة كحل لمشكل اختناق الكامل الناتج عن تزايد أعداد وسائل النقل. في رأيك، إذا أصبح الناس جميعهم يقودون السيارات الطائرة، فماذا سيكون مصير ملايين السيارات الحالية؟ إذا أصبح الناس جميعهم يقودون السيارات الطائرة، فإن مصير ملايين السيارات الحالية ستصبح في خبر كان، ومآلها الزوال والنفايات، وسيتم اعتبارها موضة قديمة. نهاية الحصة. لا تنسوا دعمنا والاشتراك معنا في القناة، وإلى حصة أخرى بحول الله. استودعتكم الله.